السلام تحية لملتنا وأمان لذمتنا. تحت هذا الشعار احتضنت قاعة الإمام الحسن عليه السلام للمؤتمرات في الصحن العباسي الشريف مؤتمر الناصر للسلم الأمني والمجتمعي الأول الذي تقيمه العتبة العباسية المقدسة متمثلة بقسم حفظ النظام، سعيا منها للحد من الظواهر الطارئة على المجتمع العراقي والحفاظ على قدسية العتبة المطهرة. لا شك أن السلم المجتمعي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الحياتي الذي يوصل إلى الرخاء والتطور والتنمية. بدون الوصول إلى حالة السلم المجتمعي يعني تبقى مهددات الأمن الفكري والأمن الثقافي تعصف بهوية الفرد، تهدد وجوده. لذلك اليوم العتبة يعني تستكمل مشاريعها الفكرية في هذا الجانب. تقيم أمانة العتبة العباسية المقدسة مؤتمرها الأول للناصر للسلم الأمني والمجتمعي من أجل مكافحة آفة المخدرات التي ابتلي بها الشعب العراقي جراء المؤامرات والخارجية، وأولها بالأمس القريب كان داعش، وما قام به الشعب العراقي من صمود وتصدي من أجل الانتصار على هذه الآفة، واليوم آفة المخدرات. إذ أن حقوق الإنسان نشرت تقارير كل 10 شباب واحد من شبابنا يتعاطى المخدرات، وهذه نسبة كبيرة جدا، فيجب التركيز الإعلامي عليها. مؤتمر توعوي تضمن جلسات بحثية ضمت بحوثا متعددة في جوانب مختلفة ألقاها مختصون منها الاختصاص الديني والأمني والقانوني والقضائي والمجتمعي، وتم طرح جملة من التوصيات أهمها تحصين الفرد بالفكر والثقافة من أجل الحفاظ على المجتمع، لأن الفرد هو العماد الرئيسي فيه. ابتداء شكرا للقائمين على إحداث هذا المؤتمر، وأخص بالذكر قوة حفظ النظام. حقيقة المؤتمر يأتي في الجانب التوعوي، أيضا بالجانب التثقيفي لقوات حفظ النظام للتعريف بالمخدرات وخطورتها وظاهرة انتشارها. فيما يخص الجانب الأمني راح نبين لقوة حفظ النظام أيضا للمؤتمرين ما هي إجراءات الوزارة، وما هي تشكيلات مديرية المخدرات والأفرع الساندة إلها شعبها، أيضا الدوائر المعنية في مكافحة هذه الظاهرة. حقيقة ما لمسناه من مواضيع هادفة وكذلك إحصائيات وأرقام، حقيقة يعني أرقام مرعبة تشكل خطر محدق بالمجتمع العراقي، في حال إذ لا سامح الله لم تدارك فإنها عواقبها وخيمة. أكدت في بحثي هذا على أنه الظاهرة المتفشية في بلادنا اليوم هي أيضا تستند على الجانب الديني كما تستند على الجانب القانوني، أي أن هناك دور لرجال القانون والأمن في منعها، كذلك دور لرجال الدين عليهم أن يتحدثوا عنها ويبينوا حرمتها كي يتجنبها الناس، لربما يكون الناس في جهالة. إسهاما منه في المشاركة في سلسلة النشاطات التي تتبناها العتبة العباسية المقدسة في إيصال الرسائل البناءة لتحقيق الاستقرار والتي تخدم المجتمع والصالح العام، ارتأى قسم حفظ النظام فيها إلى إقامة هذا المؤتمر التثقيفي للحد من التهديدات التي تعصف بالأمن الفكري والثقافي للفرد.